مكنت شرطة منطقة الرياض عن إسدال الستار عن أحد الأساليب الإجرامية المتبعة التي تمثلت باستدراج الضحايا بعروض تقديم خدمات العلاج الطبيعي أو الاستثمار المالي، وذلك باستخدام بعض الخصائص التقنية في تطبيق الواتساب وادعاء موثوقيتها بأرقام شرائح اتصال محلية تم تفعيلها بطرق مخالفة لأنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات يديرها منفذون من خارج المملكة، مما مكنهم من الاحتيال على ضحاياهم واستقبال حوالات بنكية ومن ثم ابتزازهم بادعاءات وهمية، حيث تم القبض على مخالفين اثنين لنظام الإقامة والعمل من الجنسيتين اليمنية والسودانية في العقد الثالث من العمر، اتخذ وحدة سكنية بحي البطحة وسط مدينة الرياض مقرا لتفعيل شرائح الاتصال وتمكين عصابات الابتزاز في اليمن من استخدامها واستلام الحوالات المالية، وضبط بحوزتهما على عدد 15 شريحة معدة للاستخدام وعدد 5 أجهزة جوال وعدد 4 أجهزة قارئة للبيانات، حيث جرى إيقافهما وتحريز المضبوطات تمهيدا لاستكمال كافة الإجراءات النظامية.